مرحبا بكم في العرض عن الاقترانات الرياضية. سأحاول توضيح مفهوم الاقترانات الرياضية في هذا العرض، وسأقوم أيضا بتوضيح الهدف من دراسة هذه الاقترانات. أتمنى أنه يمكننا على الأقل من خلال هذا المدخل أن الحصول على مفهوم عام للاقترانات الرياضية وفهم لما هي مفيدة. لذلك دعونا نبدأ. مفهوم الاقترانات الرياضية هي الشيء الذي يمكن أن تعطيه مدخلا، وسنبدأ مع مدخلا واحدا فقط، ولكن يمكن أن تعطي الاقتران أكثر من مدخل، لكن دعونا نسمي هذا المدخل PX، وعلى اعتبار أن هذا الصندوق هو عبارة عن الاقتران الرياضي. وإذن سنقوم بإدخال X إلى هذا الاقتران الرياضي وسيعطينا ناتج. دعونا نسمي هذا الصندوق بF. إذن عندما ندخل X إلى هذا الصندوق سيعطينا ناتج، وسيكون الناتج عبارة عن F X، عبارة عن F X. إذن هذا هو عبارة عن اقتران رياضي. إذن لنأخذ المزيد من الأمثلة. لنأخذ الآن مثال. دعونا نقول أن لدينا اقتران هنا وهو عبارة عن F X. إذن لدينا اقتران هو عبارة عن F X، وهذا يساوي X تربيع زائد واحد. هذا هو الاقتران. وإذا أردت أن أجد ما هي قيمة F للإثنان، إذن بكل بساطة سأقوم بأخذ الإثنان وإدخالها إلى الصندوق، أي إلى الاقتران، ومن ثم سأخذ الناتج. إذن سأقوم بتعويض الإثنان بدل X في الاقتران في هذه المعادلة بدل X، وسيكون 2 تربيع اللي هي 4 زائد 1 وتساوي 5. إذن ناتج الأف الاثنان هي 5. حسنا، كطريقة يمكننا أن نقول أننا أخذنا الاثنان وعوضناها في الاقتران الرياضي للحصول على ناتج. إذن الاقترانات الرياضية ستكون أكثر عموما من مجرد معادلة. إذن دعونا نأخذ مثال ثاني. دعوني أخذ مثال ثاني ومثال آخر على عمومية الاقترانات الرياضية. دعونا نقول أن هناك لدينا اقتران وهو عبارة عن F X، وسيكون يساوي هذا الاقتران X تربيع زائد واحد إذا كانت X عدد زوجي، وسيكون X تربيع ناقص واحد إذا كان X عدد زوجي، إذا كان عدد فردي. أعرف أن هذه ليست مجرد عبارة تحليلية، ولكن دعونا نفكر قليلا. إذن سنقول فعليا اعتمادا على نوع X هنا سنقوم باختيار المعادلة. إذن لنأخذ ما هي قيمة F للإثنان. إذن إثنان هنا عدد زوجي، ولذلك سنأخذ المعادلة الأولى وهي X تربيع زائد واحد، فتصبح قيمة الأف للإثنان هي 4 تربيع زائد واحد وهي تساوي 5 هنا. إذن لنقول كم مثلا أف للثلاثة. أف الثلاثة هي عبارة، سنقوم بتعويضها هنا لأن الثلاثة عدد فردي. إذن سنقوم بأخذها. إذن هنا ستكون تساوي 8. إذن 3 تربيع تساوي 9 ناقص 1 وتساوي 8. إذن سأستمر في حل الأمثلة، ولكن سأوضح لكم كيفية تعميم هذه الفكرة. وإذا انزعجتم فسأقوم بتوضيح أن مسائل الاقترانات الرياضية التي ستواجهك ليست بهذه الصعوبة، وأريد فقط أن أتأكد أن الفكرة العامة لماهية الاقترانات الرياضية قد حصلتم عليها، ويمكنك اعتبار أي شيء في هذا الكون على أنه اقتران رياضي. دعونا نقول أن هناك شخص عبارة عن اقتران رياضي.
واسم هذا الشخص دعونا نفكر لنقول أن هذا الشخص اسمه سلمان، وسأخذ أول 3 أحرف من اسمه. دعونا نقول إنه إذا أردت أن أدخل إلى سلمان شيئا، دعوني أقول أني إذا أردت إعطاء سلمان طعاما مثلا، فماذا سينتج سلمان هنا؟ فماذا سينتج؟ إذن أو بكلمات أخرى، ما هو ناتج إطعام سلمان هنا؟ إذا قمت بإدخال طعام في سلمان، فماذا سيكون ناتج سلمان؟ حسنا، لا أريد الخوض فيما سيكون ناتجه، ولكن لنفرض أن سينتج سلمان هنا دروسا من الرياضيات. إذن سينتج سلمان دروسا من الرياضيات إذا قمنا بإطعامه. حسنا، سلمان هنا مجرد عن عبارة عن اقتران، نعطيه طعام ويعطينا دروسا للرياضيات، ويمكن أن نعطيه مدخلات أخرى، مثلا نعطيه جهاز حاسوب مثلا، ويقوم هو بإعطائنا دروسا في الرياضيات وينتج لنا دروسا في الرياضيات. وربما تكون أنت عبارة عن اقتران رياضي مثلا، لنقول أنك أنت عبارة عن اقتران رياضي، ولكن لا أعرف اسمك هنا. دعونا نقول أنه إذا قمت بإدخال هذه الدروس إليك وأعطيتك دروس من الرياضيات مثلا، فماذا سيكون ناتجك؟ إذا أعطيتك دروس من الرياضيات ماذا سيكون ناتجك؟ إذن ستنتج أنت وستأخذ علامة A مثلا في امتحان الرياضيات، وهذا سيكون ناتجك حصولك على علامة A في امتحان الرياضيات. إذن أتمنى أنكم قد حصلتم على الفكرة هنا، وهذا ممتع أيضا. إذن دعونا نلغي الحاسوب هنا، دعونا نلغي الحاسوب. إذن فإذا أخذت طعام، إذا أدخلت طعاما إلى سلمان سينتج دروسا في الرياضيات، وإذا أخذت دروس الرياضيات أنت ستقوم بإنتاج علامة A في امتحان الرياضيات. هذا واضح، هذا سهل. إذن هي مسألة مثيرة للاهتمام. ما ناتجكم أنتم في إطعام سال؟ إذن لنكتب هذه العبارة، ما ناتجكم أنتم في إطعام سال، وهذا عبارة عن اقتران هكذا. أعرف أنه يبدو سخيفا للغاية، ولكن في الواقع أعتقد أننا سنصل إلى مكان ما، لذلك دعونا نستمر في هذا. حسنا، سأحاول إيجاد الناتج إطعام سال. إذا قمنا بإيجاده بالفعل، إذا وضعنا هنا طعام، إذا وضعنا هنا طعام سيكون ناتجك أنت، إذن سيكون ناتجك أنت علامة A في الرياضيات في امتحان الرياضيات. وأنا بالفعل مصمم بأن أوضح لكم هذه الفكرة، إذن ستكون ناتج هذا الإقتران هو حصولك على علامة A في امتحان الرياضيات أو في اختبار الرياضيات. حسنا، أرأيتم؟ هذا ممتع. إذن أنت تقوم بطعام سلمان لتنتج علامة A في امتحان الرياضيات. عندما نضع الطعام في سلمان يعطينا هو دروسا للرياضيات، وأقوم باستبدال الطعام هنا مثلا دعونا نقول بسم، لا أريد أن أقول ذلك، ولكن دعونا نقول، فسيكون الناتج هو موت سلمان هنا، الناتج الموت. إذن لا أريد، لا ينبغي أن أقول شيئا كهذا، ولكن أتمنى أنكم استوعبتم هذه الفكرة. على أي حال اسمحوا لي أن أستمر.
حسنا، لنقوم بحل مسائل فعلية على الاقترانات دون الخوض في مسائل الطعام ودروس. دعونا نقوم بحل بعض المسائل الفعلية باستخدام الاقترانات الرياضية. إذا أردت أن أقول أنه لدي اقتران هنا، وهو عبارة عن f x يساوي x زائد 2، ولدي اقتران آخر وهو عبارة عن g x ويساوي هذا الاقتران x تربيع، دعونا نقول x تربيع ناقص 1. إذن وأردت أن أسألك ما ناتج الجي للأف للثلاثة، جي للأف للثلاثة تساوي كم؟ إذن حسنا، أول ما سأقوم بفعله هو إيجاد أف الثلاثة، ومن ثم سأعوضها في الجي للإكس. إذن أقوم بتعويض في المعادلة الأولى أف الثلاثة، وستعطيني 3 زائد 2 وتساوي 5. إذن سأخذ 5 هنا وأعوضها بدل أف الثلاثة هنا، فتصبح لدي الجيل 5. إذن جيل 5 كم تساوي هنا؟ جيل 5 هنا تساوي، نقوم بأخذ 5 وتعويضها في الاقتران جيل الإكس، فيصبح لدينا 5 تربيع وهي 25 ناقص 1 وتساوي 24. إذا ناتج أف جيل الأف للثلاثة هو عبارة عن 24، وأتمنى أن هذا واضح لكم، وأعتذر حقا إذا كنت قد أربكتكم أو أخفتكم بمثال سلمان والطعام والسم، ولكن أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا العرض. وداعا.